نور، كل الأمور اللي بحياتنا بتخضع بشكل عام للقوانين، حتى يمكن التصرفات الإنسانية الطبيعية بتخضع لقوانين الحياة والأعراف والتقاليد. هي القوانين اللي انوجدت لتنظم حياتنا، لهيك بفقرتنا القانونية بنحاول كل مرة نضيء على جانب من الجوانب يمكن اللي ما كتير بنعرفها بالحياة. أكيد سلمى، اليوم ضمن فقرتنا القانونية رح نتعرف على سندات التمليك القانونية، أنواعها، كيف فعلا فيها تكون ضامن حقيقي اليوم سلمى بين ايدينا. هالشي رح نحكي عنه اكثر مع الاستاذه المحاميه رنا دي. بيسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير نور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح الخير رنا. سلمى، خلينا نبلش ونعرف حق الملكيه في القانون. نعم، هلا حق الملكيه في القانون اول شيء هو حق عيني، يعني يملك الشخص صاحب حق الملكيه حقا على عين الشيء، يعني مثلا اللي عنده بيت فهو يملك هذا البيت، يملك البيت هذا بعينه. طبعا حق الملكيه لم يرد تعريفه كتعريف معين في القانون، ولكن ورد صلاحيات الشخص الذي يمتلك حق الملكيه على الاشياء. فمثلا هو يمتلك ثلاثه حقوق، يعني ثلاث حقوق منفصله عن بعضها تتعلق بحق الملكيه. يملك حق استعمال الشيء، حق استغلال الشيء، وحق التصرف في الشيء. طبعا كل مصطلح من هذول المصطلحات هو له تعريف مختلف عن الآخر، يعني لحتى نوضح للأخوة المشاهدين شو يعني استعمال واستغلال وتصرف. استعمال الشيء يعني أنا استعمل الشيء اللي بملكه بشكل مباشر، يعني أنا عندي بيت فأنا بسكن هذا البيت فأنا استعملته بشكل مباشر، عندي سيارة بسوق أنا السيارة وبستعملها فأنا استعملته بشكل مباشر للشيء. أما استغلال الشيء فهو أنا بستفيد منه وبستخدمه، ولكن يعني بستفيد من منفعته ولكن بشكل غير مباشر. عندي بيت بأجره، بستفيد من أجرته، هذا استغلال الشيء. عندي أرض بأجرها، ما بزرعها أنا بذاتي وبستفيد من زراعتها، هم بنكون استعملناها، ولكن بأجرها بستفيد من المردود فأنا استغليتها. فهذا هو الفرق بين الاستعمال والاستغلال. أما التصرف اللي هو بقى مختلف، هو اللي بيميز حق الملكية عن غير حقوق، فأنا بتصرف بالشيء، يعني أنا مثلا ممكن بيعه، بيع هذا العقار اللي أنا بملكه، بنقل ملكيته لشخص تاني، يمكن أهبه هبة لشخص تاني، بس أنا هون تصرفت فيه إما بشكل مادي أو بشكل قانوني. بشكل مادي ممكن أهدمه، فما بدي أنا بيتي وبدي أهدمه، فأنا غيرت شيء من البيت، غيرت أوصافه كاملة. ممكن بشكل قانوني أني مسكت أنا بالقانون اللي حق فيه فنقلت الملكية لحدا تاني، أعطيت هبة، رهنته، فأنا هون هذا تصرف اسمه لا استعمال ولا استغلال. فنحن وقت منشوف قدامنا ثلاث مصطلحات مع بعضها، يعني استعمال واستغلال وتصرف، أنا بملكهم على الشيء، فأنا إذن صاحب حق الملكية. هذا هو تعريف حق الملكية بالقانون. طيب خلينا نحكي كيف فيني أنا كشخص مثل ما قلنا، يعني استعمال الشيء، استغلال الشيء، هذا الشيء أنا بملكه، اكتسابه من خلال تسجيله بالسجل العقاري لأنا فعلا أثبت ملكيته القانونية. طبعا هلا نحن بنمتلك الاشياء او خلينا نقول عقارات هيك لحتى نكون واضحين بامثله، بمتلكها بعده طرق. ممكن انا اروح اشتري عقار وانزل على الطابو، على دائره الطابو، وانقل ملكيته لإلي، فانا بصير عندي سجل، يعني هون مثل ما تفضلتي نور انه صار في عندي تسجيل عقاري نتيجه انه انا اشتريت هذا الشيء فانتقلت ملكيته لإلي. ممكن املك الشيء عن طريق هبه، حدا من الاشخاص، قرايبي، اهلي، عملوا لي هبه، وكثير بنسمع انه انا وهبته بيتي، اعطيته اياه ونقلت له ملكيته بالتسجيل العقاري، بالسجل العقاري، من غير مقابل او بمقابل معنوي او بمقابل، هذا شيء ثاني. عملت الوراق المطلوبه للهبة لانه هي إلى كثير، يعني طبعا كل طريقه بنقل الملكيه إلى معامله، هي معامله اداريه بتبقى، ولكن انا حصلت على البيت مو اشتريته ودفعت قيمته، وانما حدا وهبني اياه. اما بالارث، حدا توفى فأنا كنت من الورثة فأنا حصلت على هذا البيت بالميراث، ممكن أحصل عليه لحالي كوارث، ممكن يكون عندي. السجل العقاري هو فيني أقول أنا أعتبره سلاح قانوني، يعني طبعا كثير بنسمع مثلا بيع وشراء بس بيقول لك طلع البيت مو باسمه، طبعا طلع هذا الشيء مو إله، هو السجل العقاري يضمن حقه في ملكية هذا الشيء. تمام، أي شيء بنحصل عليه بأي طريقة بنهاية المطاف لما بدي املكه، هلا مثلا الميراث بعمل ورقة حصر ارث، بطلع انا من الورثة، بتصافى مع بقية الورثة، اما مثلا بكون شريك على الشيوع ببيع، او مثلا بحصل على حصتي بشتريها، بالاخير بدي انزل انا لما بملك هالقد اسهم من البيت سجلها بالسجل العقاري. مجرد ما كان لي اسم بالسجل العقاري فانا صرت عندي سلاح، مثل ما استعملتي الكلمة صحيحة نور، بوجه اي شخص ممكن يدعي ملكية هذا الشيء. طبعا بصير في نزاعات، مثل ما بقول الدعوة
المحكمة بتاخذ يعني بتاخذ مجراها الطبيعي، بس لما بينحل النزاع اللي بدون يعني احيانا ممكن واحد يحصل على لنفترض تزوير معين بتزوير معين على ملكية بيت، هلا بقول انه له مثلا ملكية لانه هو معه ورقة بتثبت هالشيء، لا نحن هون نحن عم نقول ورقة صحيحة، ما عندنا نحن ما فتنا بقصص النزاعات اللي بتصير بالمحكمة. بدي ارجع اقول شغلة بس انه مو بس السجل العقاري، هلا بنحكي تفصيليا، مو بس انه ورقة الطابو هي اللي بتخليني احصل على ملكية اي عقار، هلا ورقة الطابو هي اقوى سلاح يعني اقوى نوع من انواع الملكية، نحن بنستعمله طابو اخضر هي لانه الورقة بيكون لونه اخضر اصلا يعني بالسجل العقاري، فبقول طابو اخضر ايه بشتري. هلا طبعا انا بقول طابو اخضر هو احسن شيء، افضل سبب من اسباب الحصول على الملكيه، لكن هلا في عندنا كثير اشياء ثانيه ممكن نحصل فيها على ملكيه ما يكون في طابو اخضر مثلا. تمام يعني. طيب استاذه خلينا بما انه حكيتي عن طرق انتقال الملكيه. نعم. اللي هي ممكن تنتقل من شخص لشخص غير الطرق الاولى، بنسمع بحق الرقبه وبحق الانتفاع، خلينا نفرق بينهم وكيف بيستخدموا، لانه هن عاده ايضا بيدخلوا من ضمن طريقه الانتقال ملكيه اي شيء من شخص لاخر. تمام. هلا اول شيء لما بكون انا مالك للشيء كامل رقبه وانتفاع فانا بملك مثل ما هلا قلت استعمال واستغلال وتصرف. فانا مالكه كله، جيت انا بدي اتنازل عن منفعه هذا العقار، يعني على سبيل المثال عندي بيت انا بملكه كله بس انا بدي اتنازل عن حق الانتفاع لحدا ثاني، مثلا لاخي لاختي لامي، بدي خليها تنتفع بهذا البيت، فانا بضل مالكه رقبه وهي مالكه انتفاع. كيف يعني؟ يعني هي بتنتفع فيه، فيها تسكن فيه، فيها تأجره مثلا وتستفيد من أجرته، بس ما فيها تبيعه، ما فيها تتصرف فيه تغير مواصفاته، لأنه هي تملك حق الانتفاع. بتسمعي كثير أنه أنا والله مثلا أعطيت بنتي لنفترض حق الرقبة بس احتفظت بحق الانتفاع لإلي مدى الحياة، يعني كيف؟ أنه أنا بسكن بالبيت كل ما أنا موجودة على قيد الحياة بنتفع فيه انتفاع مباشر أو غير مباشر، أنه بقعد فيه بسكن أنا ولا بأجره باخذ أجرته، ولكن أنا ما بقدر أتصرف فيه. وتميزنا ثلاث مصطلحات مو عن عبس القانون السوري ميزهم، استعمليه واستغليه بس ما بتقدر تتصرف فيه. التصرف لمين؟ لصاحب حق الرقبة اللي هو بالأصل تنازل عن جزء من حقه اللي هو حق الانتفاع وعطاني اياه بس احتفظ بحق الرقبه. الشيء المهم اللي بدي اقوله انه صاحب حق الرقبه ما بيقدر اصلا انه طالما انه ما في سبب خلاه يتنازل عن حق، يعني خلص عطى حق الانتفاع وانتقل حق الانتفاع حتى بالوراق الرسميه حتى بالطابو بينكتب انه حق الانتفاع لفلان. طيب صاحب الرقبه ما بيقدر ما بيقدر يقعد طيب فيه مثلا. طيب اذا صاحب حق الرقبه توفى وهو عامل ورق حق الانتفاع لأشخاص معينين أو قرايبينه، بيرجع لهم بقى البيت ولا لا بيضل باسمه؟ هي كتير سؤال حلو سلمى. رح ميز بين شغلتين، انه لما بيموت صاحب الرقبة ولما بيموت صاحب حق الانتفاع. لما بيتوفى صاحب حق الرقبة حق الانتفاع ما له علاقة، لسا انا مثلا لما تنازلت عن حق الانتفاع تنازلت لمدة 10 سنين، لسا ما خلصوا العشر سنين. حتى لو توفى صاحب حق الرقبة خلص لسا في 10 سنين للانتفاع لفلان، فهذا الشخص بحق له ينتفع فيه المدة اللي تحددت. اما لو توفى حق صاحب حق الانتفاع الاول، لانه ممكن حق الانتفاع يأجره فيصير في عنا حدا تاني منتفع، نحن عم نحكي عن الأول، لما من الأساس تنازل شخص لشخص عن حق الانتفاع وتوفى صاحب حق الانتفاع، هون ما بيتورث حق الانتفاع، فبترجع الملكية لصاحب الرقبة. يعني أنا تنازلت لبنتي عن حق الانتفاع، حق الانتفاع صار لفلانة من الناس، خلص هي منتفعة فيه، توفت صاحبة هذا الحق، هل بينتفع فيها الورثة تبع صاحب؟ لا، بيرجع لصاحب حق الرقبة. هاي الفرق بين لو توفى صاحب حق الرقبة أو صاحب حق الانتفاع. يعني أسئلة كتير واستفسارات كتير بتدور اليوم براسنا وبكتير من المشاهدين، موضوع جدا مهم، أكيد بالحلقات القادمة رح نستكفي ونحكي عنه أكثر. نتشكرك الأستاذة المحامية رنا ديب على وجودك معنا. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.